كره خطيره. دقيقه 25 ركنيه اللعب وملعوبه عاليه ومساعد الله 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 على الخبره الله الله على لاعبين كانوا يجولون في الملاعب وهنا يسجل في الدقيقة 26 26 يسجل أول الأهداف أول الأهداف أول الأهداف الموسوي الخبرة الثاني بعد مساعد ندى حسين الموسوي يلعبها داخل المرمى جول هدف ثاني من ركلة جزاء للموسوي والخبرة الاثنين في نادي السالمية ساعد ندى حسين الموسوي